دكتور حسام. تلخيص تضييق حياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام، وكل عام وحضرتك ومصر والمصريين بألف خير يا رب. كل عام وحضرتك بألف خير، ويعني احنا حريصين ان حضرتك معانا النهارده، واحنا داخلين خلاص بقى على يعني الزحمه. وسياده الوزير النهارده قدم تقريره المفصل الحقيقه جدا والدقيق كالعاده لمجلس الوزراء، وانا قلت ملامحه العامه تفسر لنا بايه او تضيف ايه على ما قدمه السيد الوزير وانا ما قلتوش. يعني بشكل واضح جدا ومبسط جدا، نحن الحمد لله الدولة المصرية نجحت في الفترة السابقة في التعامل بشكل جيد جدا مع الفيروس وتقليل شدة المرضى واحتياج دخول المستشفيات، وده من خلال رفع معدلات المناعة المجتمعية بالتلقيح. النهارده بدأ يظهر عندنا زيادة في الحالات الإصابة المجتمعية، الحمد لله ما عندناش زيادة في أعداد دخول المستشفيات، ما عندناش زيادة في أعداد الوفيات. عشان نحافظ على هذا النجاح وعشان نفضل مستمرين بنفس رتم الأداء اللي ما فيش فيه نوع من أنواع التضييق على السلوك العام للمواطنين، محتاجين نعود إلى أسباب النجاح الأساسية وهي رفع المناعة. العلماء اكتشفوا أن الجرعات التنشيطية بترفع من المناعة، وأن من اكتسب مناعة بسبب التلقيح أو بسبب إصابة سابقة لا تستمر هذه المناعة مدى الحياة، ولكنها بتبدأ تضعف في فترة متوسطة من 6 إلى 8 أشهر. لذا كان التقرير بيقرر حقيقة، وهي أن مستشفياتنا جاهزة وإحنا مستعدين والدولة المصرية دائما مستعدة لأسوأ الاحتمالات، ولكن حتى نعيش بشكل صحي آمن نحتاج أن اللي ما طعمش لحد دلوقتي يطعم، اللي طعم جرعة واحدة وتكاسل ياخد الجرعة الثانية، اللي طعم جرعتين وما خدش الجرعة التعزيزية ياخد الجرعة التعزيزية، اللي مضى عليه 6 أشهر بعد آخر تطعيم أيا كان نوعه تعزيزي أو ثانية أو غيره ولم يكن من أصحاب الأمراض المزمنة أو من كبار السن ياخد جرعة تنشيطية. إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة أو كان فوق 60 سنة يبقى بعد 3 شهور ياخد جرعة تنشيطية. والناس في أماكن الاجتماع، في التجمعات، في الأماكن المزدحمة تلتزم بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية. طب سؤالين هنا يا دكتور حسام. السؤال الأول متعلق بالحج. احنا عندنا طبعا دلوقتي موسم فيه موجود في الأراضي المقدسة في مكة تحديدا جنسيات يعني لن تقل عن 170 150 180 جنسية. أظن ده التجمع الأول من ساعة كورونا ما نشأت، يعني اللي بيبقى بالحجم ده وبعد فتح يعني متوسط. هل يا ترى سؤال مزدوج، هل ده لو في حالات موجودة هيزود الحالات ولا لا؟ التاني، هل ده هيخلق ربما متحور آخر ولا هنفضل مع أوميكرون وإخواته؟ يعني لعل حضرتك متابع أنه على الرغم من اتخاذ الأشقاء في المملكة العربية السعودية إجراءات رفع الإلزام بالإجراءات الاحترازية وحتى رفع إجراءات الإلزام بالحصول على الشهادة البي سي آر أو التلقيح في عموم الأوقات، إلا أنهم في فترة الحج حطوا شرط الحصول على اللقاح وسلبية المسح، وبالتالي وجود تجمع كبير ملقح بشكل كافي ده من شأنه أنه يقلل إلى أدنى الاحتمالات وجود متحورات، لأنه المتحور هو عبارة عن وجود الفيروس في جسد ضعيف المناعة. وبالتالي الإجراءات التي تم اتخاذها من السلطات السعودية بتقلل احتماليات وجود متحورات في هذا الاجتماع بشكل كبير جدا. احنا في نفس الوقت في مصر كنا حريصين جدا على انه ما يسافرش حد الا اذا كان حاصل على اللقاح، وده من شأنه برضو انه يرفع من المقاومة ومن الممنعة، معه انه عندنا بعثة طبية من وزارة الصحة بتتابع الحالة الوبائية
للحجاج المصريين بشكل يومي ولحظي. ده كل دي إجراءات الهدف منها تقليل أي احتمالية لانتشار وبائي في هذا التجمع الكبير والعظيم. طب لا قدر الله، هل في أي يعني إشارات سلبية جات لكم من بعثتنا الطبية مع الحجاج المصريين؟ من خلال المتابعة اليومية اللي كان آخرها يمكن من ساعتين، الوضع الوبائي مستقر جدا، ما عندناش أي نوع من أنواع الانتشار لا كثير ولا قليل في الأمراض الوبائية ما بين الحجاج المصريين اللي متواجدين، اللي إن شاء الله هيفيضوا إلى عرفات غدا بإذن الله تعالى. طب السؤال التالي خاص بقى باللقاحات. دكتور خالد أبو غفار، حضرتك أكدت النهاردة على موضوع أنه التطعيم ضروري ومهم. طيب التطعيمات القائمة دلوقتي، وده سؤال ناس بتسأله وهي مش يعني ما عندهاش علم طبي، ما هو قائم من 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 تطعيمات عرفناها كلنا وجربناها، هل صلاحيته مع اي احتمالات لتطور الكورونا او التطورات اللي حصلت قبل كده نفس الصلاحيه، ولا التطعيمات دي يعني بره؟ طيب خليني اقول لحضرتك انه في البدايه لما تم تطوير اللقاحات كان الهدف من اللقاحات هو منع الاصابه. تمام. مع وجود متحورات أصبحت اللقاحات قد لا تكون هي فعالة في منع الإصابة، لكنها ليست بنفس الفاعلية، لأنه ممكن الإنسان الملقح يصاب، لكنها فعالة جدا في منع المرض الشديدة يعني شدة المرض، وفعالة جدا في تقليل معدلات الوفيات خاصة في الفئات الضعيفة اللي المرض بيأثر عليها بشكل كبير زي أصحاب الأمراض المزمنة واللي عندهم أمراض مناعية. لما ظهرت المتحورات البحوث أثبتت أن الجرعات التنشيطية، يعني المتحورات جعلت أن فعالية اللقاح قلت من 90% في بعض اللقاحات إلى 70 و75. تمام. مع الجرعة التنشيطية المعززة عدنا مرة أخرى إلى مستويات 90 و95%، ولهذا نحن ننصح دائما بالجرعة التنشيطية المعززة عشان نعود إلى وضع المناعة المستقرة المكتسبة من اللقاح حتى مع وجود المتحورات. طب دكتور حسام، يعني الأعياد جاية وزي ما قلت حضرتك وإحنا ناقشنا ده كمان الحجاج راجعين، وحضرتك بتقول إن شاء الله ما فيش احتمالات لزيادة، لكن في زيادة بدأت، هل في طيب. في أي لحظة في اتجاه لعودة الإلزام بالكمامة في الأماكن الخاصة والعامة، ويعني إعادة بعض الإجراءات الاحترازية مرة أخرى من اللجنة العليا طبعا؟ يعني زي ما حضرتك عارف أن هناك لجنة عليا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، ومنهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللجنة دي بتتابع بشكل دوري وبشكل مستمر المؤشرات الوبائية، وعندنا بروجكشن، وبالتالي فكل الأمور المتعلقة بالتغيرات والإصابات ونسب الإصابات كلها بيتم عرضها على اللجنة، وبيتخذ القرارات وفق ما هو على أرض الواقع حقيقة. وخليني بقول لحضرتك حاجة يمكن حضرتك ما سألتش عليها، لكن احنا سئلنا عليها، هل كل زيادة في الإصابات تعني موجة أخرى؟ الحقيقة لا. الحقيقة إن عشان تعريف الموجة مش بس ارتفاع الأعداد، الموجة بتشمل ارتفاع أعداد، ارتفاع دخول مستشفيات، ارتفاع معدلات وفيات، وبالتالي مجرد وجود بعض الزيادة المجتمعية لا يعني إن احنا بقينا في موجة بالتعريف العلمي الدقيق للموجة موجة الإصابة. طب آخر سؤال لحضرتك، وده يعني ناس كتير جدا هتنتظر من حضرتك، هل في الأعياد اللي جاية والزحمة اللي هنشوفها والزيارات وكذا يعني نزودها ولا ناخد بالنا؟ لا لازم ناخد بالنا، مش بس عشان في كورونا، لأنه الإجراءات الاحترازية هو سلوك محمود أصلا، التباعد الاجتماعي سلوك محمود، استخدام الكمامات عند الازدحام حتى من غير الكورونا ده سلوك محمود، التطهير المستمر للأيدي والأسطح ده سلوك محمود، فهو سلوك محمود في كل الأوقات، وفي وجود أمراض وبائية بيبقى أكثر فضلا
والافضل انه الناس تلتزم بيه وتحرص عليه بشكل اكبر. انا كان ده اخر سؤال، بس انت اثرت في ذهني سؤال بالجمله الاخيره. دلوقتي التقرير كان بيطلع يوميا، ما بقاش يوميا بقى، يعني ما فيش حالات تستدعي ده. هل من ضمن طيب. وسائل التنبيه وابراز ضروره الحذر ممكن وزاره الصحه ترجع للتقرير اليومي تاني؟ ده مرتبط بنفس السؤال اللي حضرتك سالته، وهي ماذا سوف تقرره اللجنه العليا بناء على المؤشرات التي تعرض عليها من حقيقه دراسه الواقع. وزي ما قلت حضرتك كده، احنا الحمد لله سباقين، احنا ما استنيناش لما الناس تتكلم وتقول انه بدا يبقى في شويه زياده مجتمعيه، احنا طلعنا وقلنا على طول ان في زياده مجتمعيه عشان نطمن الناس ان احنا بنرصد الحاله الوبائيه في جميع الاراضي المصريه بشكل لحظي ودقيق. صحيح، وده الحقيقه يحسب لوزاره الصحه، يحسب لحضراتكم انه الكلام الواقعي يجي، عشان ما حدش نظريه اصلا ما قالوش اصلا بيخبوا. هي نظريه الحقيقه مع كورونا تحديدا انا في رايي سقطت في هذا القطاع. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيب مره ثانيه.